عندما يذهب ويواجه دبابة ويقف يعني هذا الفعل، وكان يسعى إلى أنه يحقق شيء معين في داخل رغبة داخلية. يقول لك محمد إن استشهدت أنا يا محمد. وبينما يقوم فارس بإعاقة تحركات الدبابة والوقوف لها بالمرصاد، تم نصب كمين من أجله، وكان قد أنهى ما بحوزته من حجارة، وفي لحظة غدر